بكل اشكالها بالمغرب. كنعرفوا انا اليوم حضرت واستمعت لعدد من المداخلات اللي جد هامه، المداخلات ديال الاستاذ طبيع، وكنعرف الاستاذ طبيع والترساله القانونيه اللي كيتوفر عليها. كذلك سعيد بتواجدي لرفقه رئيسه مكتب منظمه العفو الدوليه بجهه الدار البيضاء الكبرى الاستاذه مريم بن زاكور، الاساتذه الذين اطروا هذا اللقاء الناجح بكل معنى. انا غادي نبدا من عدد من النقاط اللي تذكروا على المتدخل. اولها شرعيه المجلس الوطني لحقوق الانسان. احنا داخل الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان، بالمناسبه الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان هي منظمه غير حكوميه تتوفر على 132 فرع من المغرب، 6 تمثيليات خارجية المهنية في إطار محايد مستقل وغير مؤثر فيه وغير موجه. وهنا أعود إلى مداخلة الأستاذ طبيع حينما قال على الصحافة الإلكترونية أن تكون محايدة مستقلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى، باعتبار أن الصحافة الإلكترونية لها تأثير سريع جدا عن الحياة اليومية، وكذلك لها تأثير فيما يتعلق بالرأي العام الذي أصبح متتبعا لجميع القضايا المرتبطة بحياته اليومية، سواء كانت اقتصادية اجتماعية سياسية إلى ما غير ذلك. وبالتالي فقانون الصحافة اللي فرض على الجسم الصحفي بالمغرب لا يرقى أبدا إلى النموذج التنموي المراد الوصول إليه، ولا يرقى أبدا إلى ما يريده عاهل البلاد من تقدم وازدهار لهذا الشعب، ولا يرقى ابدا لتطلعات مهني الجسم الصحفي كاملة بالمغرب. تطرق الاستاذ طبيح كذلك الى ظاهره 58، وهنا اعود الى ظاهره 58 الذي اعطى حريه مطلقه للممارسه المهنيه وللصحافه بشتى الميكانيزمات التي تضمن لها الاستقلاليه وعدم المتابعة والبعد عن الاعتقال بالقانون الجنائي، وكذلك حرية تصريح وإصدار المنشورات. ليأتي القانون الجديد للصحافة، هذا القانون المشحف والذي أريد له أن يطبخ في دائرة ضيقة جدا. هذه الدائرة التي طبخ في هذا القانون كانت أهدافها جد واضحة، تضييق الخناق على الصحافة الوطنية، تضييق الخناق على حرية التعبير، تضييق الخناق على الممارسة المهنية الجادة والمستقلة والبعيدة كل البعد عن الامتيازات. نعرف جيدا كيف تم تأسيس المجلس الوطني للصحافة، ونحن على اطلاع كذلك بالتجربات السابقة في دول مثل آخر التجارب التي أجريت في دولة لوكسمبورغ، ألا وهي المجلس الوطني للصحافة بدولة لوكسمبورغ، الذي احتفظ لنفسه بحق تنظيم الأخلاقي والمهني للصحافة في وقت ابتعد فيه عن التدبير المالي للصحافة وتركه للجهات الرسمية، باعتبار أنه مال عمومي يجب أن يصرف بكيفية معتدلة وعادلة بين كل الأطراف، ويجب أن تدعم كافة الكفاءات المبتدئة في المجال الإعلامي والسابقة في المجال الإعلامي. ما معنى السابقة؟ في المغرب كنا نتوفر على الزد من 4200 عنوان، وهذا هو الرقم الحقيقي السي الحراق، 4200 عنوان يضم صحافة ورقية، مجلات شهرية، أسبوعية، يومية، نصف سنوية الى ما غير ذلك. هذا لو تيماتيك جورناليستيك كان كينتمي للاحزاب السياسيه، كينتمي لاشخاص ذاتيين، كان كينتمي لمنظمات ومراكز دراسات، وكان كينتمي كذلك لبعض الاشخاص اللي زاولوا المهنه لازيد من 30 سنه. وما غنمشيش معكم بعيد، في الوقيته اللي تفرض هذا القانون كان مفروض على الجيل الاول من الصحافه واللي المرادف ديالو في الدول الاخرى، مثلا حسنين هيكل، وحنا عندنا في المغرب كان مولاي مصطفى العلوي الله يرحمه، فرض عليهم ما يسمى بالملائمه. فهل يعقل ان تفرض الملائمه على احد اعمده الاعلام في المغرب وعلى احد اقلام المستقله في المغرب
وعلى الأقلام الجادة والمعروفة والمشهود لها على المستوى الوطني والدولي بمهنيتها، ويفرض عليه الملائمة القانونية التي لم تحترم القانون. لأنه من يتوفر على إشهاد صادر على السلطات القضائية فهو الوثيقة السليمة قانونا لممارسة العمل الصحفي. أما الملائمة فهي الوثيقة الغير قانونية لممارسة الصحفي. علاش؟ مصطفى العلوي باش الله يرحمه في هذه الحالة هذه اضطر على أنه يدير مولاي طيب العلوي اللي هو الابن دياله واللي حصل على الإجازة، دار هو مدير نشر. دونك فرضت على مولاي مصطفى العلوي الملائمة القانونية من أجل الاستمرار في نشر جريدة الأسبوع، وهي أعرق الجرائد الأسبوعية بالمغرب، وأجزم القول بأنها أحد الجرائد التي كانت تمارس الصحافة المستقلة في المغرب، لأنها تطرقت لعدد من الملفات والتي اعتبرت طابوهات جد خطيرة لا يمكن الوصول لها أبدا. لكن للتقزيم وللحد من نفوذ هذه الصحيفة والانطلاق عملية زرع قانون منافي للقانون، منافي للدستور، منافي للواقع الإعلامي الذي أسس له تلة من كبار الصحفيين المغاربة المناضلين الذين اعتقلوا وتوبعوا من أجل أن يمارس الجيل الجديد صحافة مستقلة تحتفظ برأيها للتأثير في الرأي العام. فمصطفى العلوي الله يرحمه أعطى إدارة المنشور ديال الأسبوع الصحفي لابن ديالو مولاي الطيب، الآن هو مدير النشر، لأنه بعد الوفاة ديالو استمرت الجريدة لأنه عندها الوضعية القانونية. لكن طرح نقاش آنذاك في واحد الركن ديال الحقيقة الضائعة ديال مولاي مصطفى العلوي وقبل الوفاة ديالو تقريبا بسنتين، فقال فيه بالحرف: إلى من قاموا بإصدار هذا القانون واجتمعوا فيه لمدة 20 يوميا متتالية وقاموا بتضييق مضامينه للاحتفاظ بأنفسهم بقانون يحميهم من كل ما يمكن أن يشكل لهم إزعاج للاحتفاظ بكل ما هو مقاولة ذات نفع مادي وليس ذات نفع عمومي. وهنشرح لكم هذه المسألة، ذات نفع مادي ما معناه وذات نفع عمومي ما معناه. ذات نفع مادي لأنه الآن كنعطيكم واحد، ما نذكرش الأسماء لأنه كيف أن القانون ما نذكرش الأسماء، هذه كتدخل في إطار أخلاقية المهنة. فمثلا في الدعم الأخير كيف يعقل في لجنة الدعم على أنه إطار من هذه الأطر ديال لجنة الدعم هو إطار بوزارة الاتصال، والإبن ديالو كيشتغل واحد الأسبوعية معروفة، هذه الأسبوعية تتحصل على مئات الملايين كدعم من القطاع الحكومي وبدعم من الأب اللي كيتوجه في هذه اللجنة، بخلاف من لهم الحق في الحصول على هذا الدعم الذي يجب شرعنته عبر النظام. وماذا يعني شرعنته؟ يجب القطع بصفة نهائية مع الريع الاقتصادي المشفوع لهذا الدعم. وللإشارة، فمن ضمن الجرائد التي حرمت هذه السنة من الدعم العمومي كذلك الأسبوع الصحفي. فما بالكم أنه أعرق جريدة في المغرب تحرم الدعم المادي ديال الدولة. في الوقت اللي الدعم التكميلي كيمشي للمجلس الوطني للصحافة. هذا المجلس الوطني للصحافة اللي الآن على رأسه الزميل يونس المجاهد اللي كنحترمه وكنقدره، ولكن هناك عيوب كثيرة لاحظناها داخل الهيئة، ولكن لاحظتها كمعالي شاد العملية ديال الانتخاب ديال السي يونس وديال الهيئة كيدير هذا المجلس. وسبقنا وتحدثنا على أنه السي الحراق مباشرة وعلانيا في واحد الاجتماع اللي تنظم في المعهد العالي للصحافة هذه سنتين تقريبا، ياك سنتين في الرباط، وكنا صراحة في هذا الجانب. المجلس كيف يعقل تكون عندنا فروع ديال النقابة ما قدمتش حتى التقرير الأدبي والمالي ديالها، ما قدمتش التقرير الأدبي والمالي، وتجي وتطلع لمراكش وتحضر وتشارك في المؤتمر وتنتقد في الهيكل، راه هادشي خطير. إذا ما بني على باطل فهو باطل. لكن هنا كنرجعوا لواحد المسألة، إذا كنا حنا كنعطيو فرصة لهاد الناس، إذا كان الجسم الصحفي كيعطي فرصة لهاد الناس باش يطلعوا لهاد الهياكل
باش يتقصوا مجلس الحلالة. ومن بعد نجيو نبدا نقولوا هذا المجلس ما عندوش شرعية، ولكن راه حنا كنخطئوا بزاف، لأنه حنا عطيناهم هذه الفرصة، عطيناهم فرصة كبيرة على أنهم وصلوا باش الآن يمكن لهم يحميوا المصالح ديالهم اللي استولوا بواحد القانون مجحف في حق عدد من الصحفيين اللي مارسوا المهنة، كاين فيهم اللي على الأقل فيه مارسوا 12 سنة، وكاين اللي 30 عام و40 عام وأكثر. فكيف يعقل على أننا الآن كنشوفوا الملايير ديال المال العام كتمشي للمجلس الوطني، والملايير ديال المال العام كتمشي للدعم اللي هو ماشي في محله، ماشي في المكان اللي خصو يكون فيه، وكلشي ساكت وكلشي مربي يديه، الا واحد القله قليله اللي هي الان كتواجه هذا الفساد المستشري في جسم الصحافه عبر التاسيس له بهذا القانون المشعب، وكذلك استمراريه الخروقات اللي كتتم بمنح الدعم الى الجهات لا تستحقها. راه ما يمكنش، وخصكم تفهموا هذه القضيه هذه. الان تم التضييق الخناق على العمل الصحفي في المغرب في اطار هذا القانون، وتم التضييق اكثر بخنق المقاولات الصحفيه الجاده بعدم منحها الدعم، واختيار اخرى ما فيهاش نفس المواصفات. وانا يمكن لي ناكد لك كاين جرائد ما كيقراوهاش حتى استاذ الناس، ما كيقراوهاش خدات الدعم. في وقت اللي كاينه جرائد كتخدم الصحفيين ومحترمه الاتفاقيه الجماعيه، كتخلص لاسانسيس ديالها، كتعطي كل ما يمكن انه تطلب من طرف لجنه الدعم من وثائق جاده ومعقوله، وما كتستافدش من الدعم. واش الان ما بغيتوش تفهموا على اننا الان امام عمليه قتل واعدام الصحافه المستقله الجاده والغير راضخه لاي جهه كيفما كان النوع ديالها؟ انا كنأكد لكم ان هذا هو الهدف. داخل الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان في اطار اللقاء ديالنا مع لجنه النموذج التنموي، عندنا ملاحظه مهمه، وهذه الملاحظه كنشكر السي الحراق لانه كنا تناقشنا عليها في اكثر من مره، وتم الانتباه ديال الهيئه فيها، الا وهي التشريد ديال العدد من العائلات اللي الان الصحفيين اللي كانوا كيمارسوا المهام ديالهم صبحوا متوقفين، ولن تكون هناك اي مشروعيه للنموذج التنموي اذ لم يؤسس لصحافه مستقله لها كرامتها مشفوعه بدعم قار ومعقول وموجه بالاساس لمن يستحقه ويوزع بعدل. حنا كنقول لكم داخل الهيئه الوطنيه لحقوق الانسان راه باغي كل شيء نموذج تنموي، انه الا ما عندنا الصحافه مستقله، وما معنى الصحافه المستقله؟ مستقله بالدعم الذي يوفر لها الامكانيات اللي يمكنها تشتغل بها، ولتكون فيها كل بعيده على كل بعد على اي على اي جهه معنيه اللي يمكن لها تاثر عليها ماديا او معنويا. وبالتالي الا ما كانتش الصحافه كتواجد في الساحه، كيفاش بغيتي يكون نموذج تنموي؟ والصحافه هي جزء لا يتجزا من المجتمع، وهي جزء لا يتجزا من الراي العام، وهي سلطه رابعه وجدت لتتبع كافه القضايا ولابلاغها للراي العام في اطار ما يعرف بالدستور 2011 وفي اطار الحق في المعلومه. وهذا الحق في المعلومه راه كيتعدم مع اعدام الصحافه المستقله بحرمانها من الدعم المادي، بعدم هيكله هذا الدعم وتوجيهه الى الجهات التي تستحقه، بعدم مراجعه واعاده تركيبه لجنه الدعم، واشراك هنا اقول واشراك الجهات المهنيه الجاده، ولا نعتمد في اللجنه فقط على جهه واحده، لان النقابه ليست كتاب منزل. انا اقول النقابه الوطنيه للصحافه المغربيه ليست كتاب منزل، بل هناك هيئه مهنيه، ونحن الان في مغرب الاختلاف وفي مغرب التعددية الذي أراد له ذلك المرحوم الحسن الثاني، وتتبع ذلك جلالة الملك محمد السادس. وبالتالي إذ لم تكن هناك تعددية فليست هناك استقلالية، وبالتالي لا يمكن أن نصل إلى مفهوم الصحافة المستقلة الجادة. كيخصنا نعرفوا على أنه الآن باش نبقاو نعتمدوا التشكيلة ديال لجنة الدعم السابقة، وأنا أقول من هذا المنبر والتي حرمت الكثير ممن لهم الحق في هذا الدعم، وبدون ان اذكر اسماء، حرمت الكثير منهم للجأ للقضاء الاداري، منهم الان اللي مازال كيعتصم وكيوجه التظلمات ديالو للقطاع الوصي اللي هو وزاره الاتصال، قطاع الاتصال. وبالتالي هنا كنشير لواحد النقطه اللي قالها الاستاذ المحترم، على مر السنين كانت وزاره الاعلام وجدت لحمايه الصحفيين، ووجدت لتتبع ومرافقه الصحفيين. مع الاسف عندنا بعض الاحزاب اللي ساهمت
في انتاج هذا القانون الخطير، وما خصناش نبقاو نضربوا الشمس بالغربال. ان العداله والتنميه، العداله والتنميه هي السبب اخراج هذا القانون، وهي كانت جزء لا يتجزا من عمليه اخراج هذا القانون. اكثر من ذلك، العداله والتنميه ساهمت في توجيه الدم وفي انزال اشخاص مختصين في توجيه الدم. والاخطر من ذلك انه في التعديل الحكومي الاخير اجدرت رئاسه الحكومه، وهذا الخبر ما عندش كلشي ولكن غنهضروا فيه، رئاسه الحكومه شدت للتعديل الحكومي ومرات واحد النوع من الاحتيال الخطير. ما هو؟ انه قالوا غنحيدوا وزاره الاتصال، ما غادي نعينوا فيها حتى شي واحد، وغادي ندوزوا التعديل الحكومي، ومن بعد غنلحقوا هذا القطاع ديال الاتصال باحدى القطاعات الحكوميه، اما رئاسه الحكومه اما غير ذلك. ولكن الاهداف ما وراء ذلك جد خطيره. علاش؟ ملي غادي تقزم الدور ديال اهم مؤسسه وزاريه في الدوله الى جانب وزاره الداخليه ووزاره العدل الى اخره، وزاره الاعلام اللي منذ الاستقلال كتلعب دور كبير. ورجعوا للتاريخ، واللي بغى يرجع للتاريخ يرجع للتاريخ احدى مذكرات الصديق معنينو، الصديق معنينو الكاتب العام السابق ديال وزاره الاعلام، وغتلقاو ما هو الدور الفعال الذي تلعبه وزاره الاعلام انذاك ووزاره الاتصال في التسميه الجديده ديالها. فانا لا اتفق بتاتا ان يظل هذا القطاع بتمثيليه وزاريه. لماذا؟ ساقول لكم. نحن امام وضع خطير. مجلس وطني للصحافه لا يهتم بالصحفيين بقدر ما يهتم ببرنامجه المسطر مسبقا، لا يهتم الا بصيغه العمل التي رسمت له من خلال القانون الغير المقبول والمرفوض، والذي يجانب الصواب ويجانب الدستور ويجانب جميع القوانين المرتبطه بحريه التعبير. وبالتالي اذا قمنا بالتاكيد على جعل هذه الوزاره مديريه، سنعطي دور اكبر للمجلس الوطني للصحافه حتى يذهب بعيدا في الساديه. والاخطر من ذلك، لا نتوفر على جهاز يمكن له ان يحمي الصحفي وان يرافقه في مشاكله اذ لم نحتفظ بوزاره الاتصال. فحيل حدود الان كل اللقاءات التي تجمع المهنيين الغاضبين من هذا القانون والرافدين له والمتشردين عن طريقه ينتظمون في لقاءات مرتبطه مع وزاره الاتصال من اجل ايجاد حلول سريعه لهذه المعضله الخطيره التي المت بالصحافه المغربيه. وبالتالي يجب ان نحافظ على كيان وزاره الاتصال، ويجب ان ندافع عن ان يظل هذا القطاع في حمايه تمثيليه وزاريه، ويجب ان يظل هذا القطاع في ارتباط وثيق مع باقي الهيئات المهنيه الاخرى، لانه يجب ان نعرف اننا امام هيئه مهنيه حزبيه لا تعترف بتاتا بالهيئات المستقله. خصكم تعرفوا هذا الشيء. النقابه من نهار كنبقوش نخربقوا، راه كاين الناس دابا كتبغي تقول هضره وكيخافوا يقولوها. النقابه الوطنيه كتلعب ما بين الاتحاد الشرقي وحزب الاستقلال. ها هي مره عند الاتحاد مره عند حزب، بحال بوتين ورئيس الوزراء ديال روسيا. كان تيطلع بوتين رئيس، الاخر كيهبط رئيس وزراء. هذا العام هذا من الصداع راح يحيدوا هذاك رئيس الوزراء، ولكن راه حنا امام هذا الواقع هذا. عندكم نقابه ما بين الاتحاد الشراكي وما بين حزب الاستقلال، واتحدى شي واحد يقول لي العكس، واتحدى شي واحد يقدر يمشي يدخل ذاك النقابه وهو ماشي منتمي لحزب الاستقلال ويدخل لي الهيكل الاداريه ديالها. لا اخطر من ذلك، النقابه منينش كتكون؟ منين طلعتوا المرات ما شفتوش الحقيقه؟ السي الحراق راه شافها. غالبيه اعضاء النقابه والمنتمين للنقابه شكون هما؟ هما ديال قطاع التلفازه، الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه. ملي كنجيو نشوفوا شكون هما الشركه الوطنيه للاذاعه والتلفازه، كنلقاو واحد مجموعه قليله اللي عندها البطاقه المهنيه فيها صحفي، ولكن كنلقاو الكثره كاميرامان، تكنيسيا مونتاج، كذا. يعني الصحفي المهني ما كاينش. فكيف يعقل انكم كنقولوا صحفيين وكتقولوا صحفيين وبغينا نحميو حريه التعبير وبغينا نحميو الصحفي المهني وبغينا نحدوا التشرد اللي وقع الان واللي انطلق منذ انطلاق هذا القانون المجحف، هذا القانون الكارثه، وما كنأسسوش وما كندعموش اطار مهني مستقل اللي عنده الجراه ديال القول ما لم يقدر ان يقوله ايا كان، انه عنده مصالح كيحافظ عليها. واتحدى وانا كنقولها لكم، شي صحفي فيكم يمارس المهنه ديالو كصحفي مهني في اطار حريه التعبير ويكتب مقال وهذا، ونشوفوا النقابه اش غدير، ونشوفوا المجلس الوطني. ونعطيكم واحد الخبر اخر، سي يونس المجاهد، وانا كنقولها له،
سيونس المجاهد بدأ الآن في سلسلة مراسلات لاستجابة لبعض المذكرات اللي كتوصلوا عن طريق القضاء وخاصة الشرطة القضائية واللي كيصيفطها تيقول لهم هذا السيد هذا ما مسجلش عندي في المجلس الوطني. يعني الاعتراف هو المجلس الوطني. خصكم تفهموا هذه القضية. مع العلم أن الاعتراف هو الصحفي المهني الذي قضى في المهنة أكثر من ثلثين ديال العمر ديالو. الصحافة المهنية ماشي هي البطاقة المهنية اللي كل سنة كتغير. والآن نعطيكم واحد القضية، إلا كانت الفيدرالية الدولية الصحفية كتعطيك بطاقة فيها سنتين فكيف يعقل للمجلس الوطني أن يعطيك بطاقة فيها سنة؟ إلا كانوا جل إلا ما قلنا أكثر من 80% من المجالس الوطنية الصحافة في العالم أو الدول اللي كتخوض هذه التجربة كتعطيك البطاقة المهنية ديال سنتين مع إمكانية سهل هذه البطاقة إذا ما تم الإخلال بأحد الشروط المهنية وأبرزها يتعلق بالجانب الأخلاقي. الجانب الأخلاقي الذي غيب عنا في المهنة وأصبح الجانب الأهم عنا في المهنة والتشجيع. ونقول لكم هذا من بره الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تنخرط إلى جانب الكونفدرالية في دعمها في جميع الخطوات المرتبطة بحماية الحق في الممارسة الصحفية، الحق في الوجود الصحفي عبر سنوات التجربة والممارسة، الحق في الحصول على كل الامتيازات التي يخولها القانون ويخولها كذلك التجربة التي مارسها المهني لطيلة سنوات مضت. ولكن لا ننخرط أبدا أقول أبدا، وأظن أن حتى منظمة العفو الدولية ستتفق بكذلك على ما كل هو مرتبط بالتشهير والضرب والقذف في أعراض الناس، فإن هذا لا يرتبط أساسا ولم يكن يرتبط أبدا بالمهنة الصحفية ولم يكن يرتبط يوما ما بعمل الصحفي المهني. الصحفي المهني هو ذلك الشخص الذي يتجرد من أي تبعية، ذلك الشخص الذي ينأى بنفسه عن التشهير بالآخر، ذلك الشخص الذي يرتقي بعمله المهني إلى كل ما هو مضبوط ومتأكد منه ويعطي الحق في الرد وأن يحترم الطرف الآخر في إطار خصوصيته. هذا هو الصحفي المهني. وأعتذر إن كنت قد أطلت.